عليه عليه بالانجليزي والله هو الحريه العامه تهضر باللغه اللي يفهم هذا الشعب راح نتكلم اليوم بلغه بسيطه. انا استاذه في المدرسه الاساسيه منذ 24 سنه وانا في الميدان عايش المدرسه الاساسيه وعايش الجيل الاول وعايش الجيل الثاني ياك 24 سنه وانا ننتظر في حقوقي 24 سنه وانا ننتظر في برنامج يصلح 24 سنه وانا ننتظر شوف تلميذي مرتاح 24 سنه وانا ننتظر اطفالي يرتاحوا في دراستهم ويقاوموا وينجحوا في دراستهم 24 سنه وانا ننتظر تغيير 24 سنه وانا ننتظر نشوف وننتظر وزير يصلح يشوف فيا 24 سنه وانا ننتظر واحد يثق فيا انسان مواطن يقيمني 24 سنه وانا ننزل في مراكز البريد 24 سنه وانا ننزل في اي مكان نروح ليه استاذ مادي استاذ ماشي يخدم خدمته استاذ يعرف غير الضربات وين راه الاستاذ من مشاكلنا وراكم وراكم من صحتنا اللي راحت وراكم من وقتنا اللي راح وراكم من حيرتنا على اولادنا اولادنا اللي في المدرسه ما نهضرش على اولادي اللي انا جبتهم انا لا لا انا تلاميذي نقول ولادتي لاني نخاف على مستقبلهم لاني نحير على مستقبلهم من هذا البرنامج المتعب من هذا البرنامج اللي ما عندوش علاقه من هذا المحفظه اللي انا عندي وليدي ظهره العواج تلاميذنا اولادنا ظهرهم عواج من المحفظه برنامج غير مناسب تماما نتكلم لك على صحتي نتكلم لك على الراتب تاعي نتكلم لك على السكن ما يكفينيش الوقت نتكلم لك فقط على قيمه الاستاذ يا ريت تشوفوا لنا بنظره محترمه احترمونا كاد المعلم ان يكون رسولا وقعدنا مسخره عندنا مسخره بدينا الاضراب راح نطالبوا بحقوقنا كما كاع النقابات كما كاع الاساتذه كما كاع العمال عاد الاستاذ مادي عيب والله العظيم غير عيب انظروا صحتنا شيء واحد فقط يرفع معنوياتي لما نتلاقى واحد من تلاميذي اللي عايشتهم اللي ساروا في حياتي نتلاقى به يقول لي استاذه شفاي عليا استاذه قريتيني استاذه راني اطار استاذه راني طبيب هذا فقط هذا فقط يا جماعه الاساتذه هذا فقط الشيء اللي نسينا شويه لكن كفانا كفانا تهميش كفانا ذل كفانا حقره كفانا لا مبالاه يكفي انا عندي ولدي حايره عليه عندي اولادي في المدرسه الاساسيه ولادي ولاد المحاضره ولادي حفظت قران وناجحين في مدرستهم لكن المدرسه ما عادش تايل الزمير يكفي يكفينا هوانا يكفينا ذل يكفينا لا قيمه للاستاذ استاذ نقيموه استاذ نحترموه استاذ المرتبه تاعو هي الاولى يكفي صحتنا راحت وقتنا راح واش نفعنا انا ملي دخلت وانا نعاني وانا ننتظر وانا نامل وانا نحلم وانا نستنى تغيير اي تغيير شبناه ما شبناه حتى تغيير ندائي فقط الاساتذه اللي معايا وزملائي وصحابتي وخياتي كونوا معانا ما تكسرنيش الدوله ما تكسرنيش النقابه يكسرني زميلي اللي راح في العمل يكسرني زميلي اللي راح في العمل انا ثاني نسكي خدمتي انا نسكي بعوامي انا نسكي بشهريتي اللي عندي غير هي لولادي جايني عيد جايني مواسم جايني صيف انا ثاني راني نسكي لكن لازم نوقف لازم نوقف ولازم يوقف معايا اخي وتوقف معايا اختي لازم نوقف لابد من التغيير لابد من التغيير لابد شكرا شكرا برافو مدام قزمير سيدة قزمير من مدرسة متوسطة برج السنوسي أغواط قولي الأغواط من تاس سيدة قزمير أستاذة اللغة الإنجليزية من متوسطة جلال السنوسي بولاية الأغواط ونمثل زملائي ونمثل كل الحرات والأحرار تاع ولاية الأغواط شكرا.